نشرة أخبار سامراء الرئيسية لهذا المساء، يقرأها عليكم عمر فائق وشيرين يوسف. مساء الخير. الحديث المباشر عن الفساد وضعف الأداء لدى بعض الجهات المختصة وما آل إليه من دمار لمقدرات الدولة والبنية التحتية المهدمة داخل المدن، كثر في الآونة الأخيرة لأسباب عديدة، منها قرب الانتخابات التشريعية والمحلية والتي هي أيضا محط نقاش وعراك بين الفرقاء السياسيين. المهم أن هذا الحديث لا يختلف عن التشخيص في كمه وآثاره على موارد الدولة، في حين أن من يتحدث عنه أيضا يشغل مناصب رفيعة تمكنه من المساءلة لا الحديث فقط. وهناك مؤشرات أيضا تشير إلى زيادة الحديث عن الفساد حديثا فقط في الأيام المقبلة، والحل يبقى قيد الإنجاز. إلى عناوين النشرة. أمنية صلاح الدين تدعو إلى جهود دولية لرفع الألغام وإجراء مسح ميداني لمدن المحافظة. ومجلس صلاح الدين يوضح أن أداء عمل الدوائر الخدمية المتلكئ سببه قلة الإمكانيات. الهجرة والمهجرين، توزع المساعدات الغذائية على الأسر النازحة جنوب صلاح الدين. إلى تفاصيل النشرة. ألقت قوات الحشد الشعبي والعشائري القبض على أحد عناصر تنظيم داعش بعد انتقاله من الأنبار إلى قضاء الشرقاط شمال محافظة صلاح الدين. وقالت قوات اللواء 51 التابعة لحشد الشرقاط إنها تمكنت من إلقاء القبض على ما يسمى بوادي الأنبار بعد فرار أغلب عناصر التنظيم من المناطق المسيطر عليها. وأشار الحشد إلى أنه تم القبض عليه أثناء اختبائه في أحد منازل منطقة الحي العسكري في أيمن قضاء الشرقاط. التقى قائد عمليات صلاح الدين الفريق ركن الجمعة نادل جبوري نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وعددا من مسؤولي الحشد في المحافظة. وقال مصدر أمني في صلاح الدين إن اجتماعا جرى في قاعدة سبايكر الجوية ضم عددا من القادة والمسؤولين الأمنيين في عمليات صلاح الدين والحشد الشعبي، موضحا أن بينهم قائد العمليات ونائب رئيس الهيئة الحشد. كما أوضح أن الاجتماع حضره الناطق الرسمي باسم الحشد أحمد الأسدي وقادة كبار على مستوى محافظة صلاح الدين، فيما لم يبين مخرجات اللقاء حتى الفترة الحالية. هذا ويتوقع عدد من المراقبين حصول تغييرات في المفاصل الحساسة لصلاح الدين في الفترة المقبلة. انفجرت عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش على شاطئ نهر دجلة من جهة ناحية العلم شرق مدينة تكريت. وأكد مصدر أمني لسامراء أن إحدى مخلفات داعش انفجرت أثناء اصطياف مجموعة من الشبان قرب دجلة، ما أسفر عن إصابتهم بجروح بعضها خطيرة وأخرى طفيفة. وقال المصدر إن فرق الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث ونقلت المصابين إلى المشفى لتلقي العلاج.
على وقع ذلك دعت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة صلاح الدين فرق المقذوفات إلى إجراء مسح ميداني في عموم مدن المحافظة. وقال مظهر في مجلس محافظة صلاح الدين أن اللجنة الأمنية دعت إلى إجراء مسح ميداني في جميع المناطق المحررة، إضافة إلى تنفيذ حملات ميدانية لإزالة مخلفات المعارك ضد تنظيم داعش. كما أوضح مراقبون أمنيون وجود عدد من العبوات والمتفجرات تشكل خطرا على حياة المواطنين، منوهين إلى ضرورة إزالتها خصوصا بعد أن أودت بعضها بحياة مدنيين في العلم وتكريت. من جهته طالب رئيس اللجنة الأمنية بمجلس محافظة صلاح الدين جاسم الجبارة إلى دعوة جهات دولية لإزالة الألغام والمخلفات الحربية من مدن المحافظة، وخاصة بعدما جرى يوم أمس من استشهاد شابين في مدينة العلم. إخواني، الحادث اللي حصل أمس في العلم هو يعني ما تتوقع، شباب متجمعين مشعلين نار في مكان مقذوف من الأرض ينفجر على اليوم، ملتمين يعني دعوة بيناتهم وعزيمة ويشون يعني شباب مجموعة. دفعنا 2 من الشهداء فدوة للعراق، والله يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. حقيقة هذا يرتب على فرق معالجة، ندعو إلى جهود دولية وليس محلية فقط تشرف عليها جهات ذات مهنية عالية لمعالجة المقذوفات في المناطق المحررة، إضافة إلى المستقبل بعد تحرير المناطق، لأن هناك عبوات بصورة عشوائية وفوضوية تحتاج المعالجة والفحص بطريقة وبآلية جديدة لتخفيف العبء عن أهلنا وكاهلنا من الأضرار المستقبل محتملة بعد التحرير. كشف نائب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين عداي الذنون أن فرقا تم تشكيلها لمتابعة سير عمل الدوائر الخدمية في المحافظة للارتقاء بواقع القطاعات الخدمية والصحية، واضحا أن قلة الإمكانيات المتاحة تؤثر سلبا على أداء العمل. الحقيقة هذا الاجتماع هو نصف شهري دوري لمناقشة الوضع في المحافظة ومناقشة آلية الخدمات وتقديمها وسبل تسهيل الخدمات للمواطنين وتقديمها بشكل جيد. الحقيقة هناك الكثير من المعوقات فيما يخص في القطاع الصحي والقطاع الكهرباء والماء وغيرها. هناك فرق تشكلت، فرق طوارئ لمتابعة مقررات هذا الاجتماع، والحقيقة هناك يعني همة عالية من مدراء الدوائر، ولكن ضعف الإمكانيات الموجودة في المحافظة والبلد بشكل عام تؤثر سلبا على أداء بعض الدوائر. نتمنى أنه الحكومة المركزية أن تقدم الدعم اللازم لمحافظة صلاح الدين لتقديم الخدمات. من جهة أخرى، كشف عضو مجلس محافظة صلاح الدين منير حسين أن اجتماعا دوريا لمجلس المحافظة ومدراء الدوائر الخدمية عقد لمتابعة أداء الدوائر الخدمية في المحافظة، موضحا أن توجيهات صدرت للدوائر المتلكئة والمقصرة بعملها تجاه خدمة المواطن.
يجمع كافة الدوائر في المحافظة لتوجيه المشاكل التي حدثت بالدوائر أو احتياج المواطن إلى الدوائر المعنية، وأيضا متابعة عمل الدوائر ومواجهة المدراء الموجودين بالتقصير الذي يحصل لديهم. حقيقة هناك تقصير من بعض الدوائر، وبعض الدوائر تقوم بواجبها بشكل صحيح، وتم حقيقة يعني مصارحة ما بين الدوائر ومجلس المحافظة، إضافة إلى توجيه الدوائر التي لديها تلكؤات على إنجاز عملها بصورة صحيحة. وحقيقة هناك أيضا مشاكل لدى الدوائر الخدمية خصوصا في محافظة صلاح الدين بموضوع نقص التخصيصات المالية التي أثرت سلبا على دوائر المحافظة وبشكل ملحوظ ومؤثر في تقديم الخدمات. في شأن آخر، أوضح اللجان النازحي المحافظة لم يتبقى منهم إلا الجزء القليل، موضحا أن هناك عمل كبير من قبل المحافظة وعشائر المناطق المتبقية كعزيز بلد لحسم الموضوع. حقيقة النازحين في المحافظة يعني بقى جزء بسيط لم يعود إلى مناطقهم، فقط منطقة عزيز بلد يعني قاطع عزيز بلد اللي مجاور إلى قضاء بلد. وحقيقة هناك عمل دؤوب من قبل المحافظة وبالتنسيق مع عشائر المنطقة لإعادة النازحين، وتم تقريبا حسم الموضوع، يعني الباقي هي جزئيات بسيطة ستحل قريبا. هذا وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين توزيع المساعدات الغذائية على النازحين الساكنين في مناطق جنوب صلاح الدين، فيما دعت حكومة الضلوعية المحلية الأسر النازحة إلى إكمال أوراقهم الثبوتية وتقديمها للجهات المختصة للحصول على المساعدات اللازمة. قامت وزارة الهجرة والمهجرين بتوزيع المواد الغذائية على النازحين الساكنين في جنوب محافظة صلاح الدين لما يشهدوه من ظروف حياتية صعبة. والله مواطن ضعيف، سلة غذائية يعني ما غيرها. والله مبادرة جيدة جدا إن شاء الله، ونتمنى المساعي بعد تكون أكثر على رجعة على شيء. والله استلمنا مواد غذائية ان شاء الله نستفاد من عندها. ايه نعم، اكو اسمنا اكو حصه، واحنا نازحين نريد الحصه، اسمنا اكو حصه واحنا حقنا. حكومه الضلوعيه المحليه دعت النازحين الى اكمال مستمسكاتهم والذهاب الى اللجنه المخصصه لاستلام الحصه التموينيه. لله الحمد تم الحصول على كميه كبيره جدا من المواد الغذائيه للنازحين في منطقه الضلوعيه بشكل عام عن طريق التنسيق ما بين رئيس لجنة المهجرين خالد المحجوب والهجرة والمهجرين في بغداد، وتم الحصول على حصة كافية جدا بحيث تغطي كل النازحين سواء كانوا في المخيمات أو في الهياكل. نهيب بأبنائنا المواطنين النازحين أن يستنسخوا الجنسية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن ويذهبوا إلى اللجنة التي تجلس في المخيمات أو في مكان محدد هم سيعلمونهم به، وبمجرد أنه يسلموا المستمسكات ويستلموا المواد وجها لوجه، والحصة كافية تغطي كل النازحين بحيث لا يستثنى أي نازح. وينتظر أغلب النازحين في جنوب محافظة صلاح الدين إطلاق مبلغ 1.5 مليون دينار للاستفادة منها في الحياة اليومية الصعبة. من جنوب محافظة صلاح الدين لسامراء، علي البلداوي. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع وأيضا الموضوع الخدمي والنازحين في محافظة صلاح الدين، تنضم معنا وعبر الهاتف عضو مجلس محافظة صلاح الدين السيدة آمنة أجبولي. ست آمنة، أهلا ومرحبا بك. أهلا ومرحبا بكم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. حياك الله. بداية، هل يمكن لكم أن تبينوا لنا ما هي الإجراءات المرتقبة لمحافظة صلاح الدين حالما تم إعلان تحرير قضاء اللافر؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة كلنا يعني كل محافظة صلاح الدين بما فيها الحكومة المحلية وكذلك حكومة المركز نرتقب بعد الانتهاء من تحرير عملية تحرير تل أحفر إن شاء الله.
تبدأ عملية السحل ولو هذا أمر خاص بالقوات الأمنية. نعم. طيب هناك ترجيحات بشأن احتمالية ازدياد أعداد النازحين في مناطق شرق محافظة صلاح الدين، يعني خاصة مع قرب انطلاق عمليات التحرير باقي المناطق التابعة للمحافظة، ما هي الآلية التي لديكم حول هذا الأمر الذي يخص استيعاب أعداد أكبر من النازحين؟ نعم سيدي الكريم، نحن المفروض يعني الآن نعد العدة وتكون هناك خطة مسبقة في استقبال النازحين، لكن لحد الآن لم تكون توجد خطة مسبقة لحد الآن بسبب كون انه هذا طبعا الامر اخص بوزاره الهجره تحديدا، هي مقصره كل التقصير، لم تشيد اي مخيم لواء النازحين في الشرقات، فقط مخيم واحد وهو الان يعني لاستيعاب 2500 نازح، لكنه نصبت 1000 خيمه وهو والمخيمات يعني المخيم مؤهل يعني لنصب 2500 خيمة، فقط الذي نصبت فيه 1000 خيمة وفي مكان غير مؤمن وهو الآن غير مؤهل من كل الخدمات. لهذا احنا نطالب ومن خلال قناتكم المقرة ان تكون هناك يعني استعداد ان يكون يكرسوا جهودهم وكتبوا من عملهم في نصب الخيم الباقية لاستيعاب أعداد النازحين، ونحن نمر الآن في ظروف صعبة جدا، يعني النازح الآن يعاني ما يعانيه خاصة في قضاء الشرقاط، لم تكن هناك أي مخيمات لإيواء النازحين، وإنما يسكنون في هياكل غير مؤهلة للسكن وفي مدارس وكل 5 عوائل في بيت واحد. نعم سيدة آمنة، يعني الكل يقول وربما يجزم بأن وزارة الهجرة هي متلكئة في إغاثة النازحين، لكن دوركم أنتم كأعضاء مجلس محافظة، ما هو دوركم؟ هل يعني يقتصر على مناشدة أم هناك أعمال يعني واقعية تقومون بها؟ نعم مرارا وتكرارا ناشدنا ونناشد ووجهنا كتب إلى وزارة الهجرة، وأنا شخصيا كوني عضو في لجنة الهجرة والمهجرين اتصلت بأكثر من مرة بوزارة الهجرة أنه يشيدون لنا مخيم آخر يعني لاستيعاب النازحين، ولو هو حاليا إحنا نستقبل نازحين كثر يعني عوائل بالزياد يستقبل من الساحل الأيسر للساحل الأيمن. طيب ست آمنة، نعم. أنتقل إلى موضوع الخدمات، هناك شكاوى كثيرة ترد قناة سامراء من تردي الواقع الخدمي في المحافظة، هل هناك نعم. جديد؟ هل هناك اجتماعات مع الدوائر الخدمية؟ هل تم توجيههم؟ هل هناك أمر ربما يعني قريب سوف يشهده المواطن خدمية في محافظة صلاح الدين؟ نعم ما فيكم ترين إنه يعني حاليا المواطنين سواء النازحين يعانون من ظروف صعبة جدا، والدوائر الحكومية متلكئة في عملها بسبب التخصيصات المالية، يعزون الأمر إنه بسبب التخصيصات المالية الذي يعني حكومة المركز لم تطلب أي شيء من الموازنة، لكن هذا لا يعني نضع يعني إنه هذه إن الأمر إنه هذا هو ماكو تخصيصات مالية، إحنا نحثهم وعقدنا اجتماعا في مجلس المحافظة ودعينا كل كافة مدراء الدوائر وأعضاء المجلس المحافظة وهيئة رئاسة المجلس، كذلك وجهت لهم تعليمات أنه أن يكون عملهم كسبوا جهودهم في إيصال الخدمات لكافة المواطنين. كذلك سيدي أنا بالنسبة لي كعملي عضو جسم رئيسة أضغط يعني مجلس مجتمع مدني وكذلك رأي أضف هيبة المهجرين باحتكاك مع المواطنين مع النازحين، النازح يعاني ما يعانيه من نقص في الخدمات من ماء من كهرباء من أغذية من كافة الخدمات، فإحنا من هذا يعني من هذا من خلال قناتكم الموقرة أدعوكم أدعو لقناتكم الكريمة أن تكون مع النازح لرصد وتطاعراتهم حول الأوضاع اللي يمرون بها. نعم. السيدة آمنة الجبوري عضو مجلس محافظة صلاح الدين، شكرا جزيلا لك.
نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. أهالي قضاء الدار يشكون من انتشار النفايات والمنازل المهدمة ويطالبون بالحلول. تشاهدون في النشرة الاقتصادية بعد قليل. الصدر يحذر السفير الياباني من وقوع المشاريع التي تنفذها بلاده بيد الفاسدين. والبنك الدولي يقدر تكلفة إعادة إعمار المدن المحررة إلى نحو 100 مليار دولار. في نشرتنا الرياضية لهذا اليوم تتابعون أحمد راضي، الهدف من إقامة مباراة الأساطير هو جاهزية العراق على استضافة المباريات العالمية. باريس سان جيرمان يواصل مسلسل إبداعه في الدوري الفرنسي. أهلا بكم من جديد. نشهد سكان قرية المزرعة التابعة لقضاء بيجي الحكومتين المحلية والمركزية بتزويدهم بطحين ذو جودة جيدة، مشيرين إلى وصول كميات منه ذات نوعية رديئة. وقال عدد من المواطنين عبر قناة سامراء أن مادة الطحين الواصلة إليهم في الآونة الأخيرة ذات نوعية رديئة، مناشدين الحكومتين إبدال المادة بأخرى مقبولة. كما أوضح آخرون وجود تقصير واضح في تعزيز المواد الغذائية للقضاء، مطالبين وزارة التجارة والمعنيين بالأمر بضرورة الاهتمام بما يتم إيصاله لقضاء بيجي ومناطقه المختلفة. وفي غضون ذلك انتقد موظفون في قسم تربية بيجي سعي أطراف في عدم احتساب شهادات التخرج لترقية العناوين الوظيفية على ملاك التربية، مناشدين وزير التربية محمد إقبال بتغيير عناوينهم الوظيفية. وقال موظفون على ملاك وزارة التربية إن عددا من الأطراف تطالب بمبلغ قدره 2000 دولار لكي يتم تغيير عناوينهم الوظيفية، مطالبين بوضع حد لحالات الفساد على حد تعبيرهم. كما أشار الموظفون إلى أن عددا من المسؤولين ومدراء الأقسام رفضوا الاعتراف بشهاداتهم الحالية إلا بعد امتحان الخريجين من جديد على الرغم من نجاحهم مؤخرا. ونبقى في بيجي إذ ناشد موظفو مصفى الشمال الحكومتين المحلية والمركزية بصرف مخصصات الرواتب المتوقفة، مشيرين إلى استلامهم للراتب الإسمي فقط حتى هذه اللحظة. وأوضح موظفون أن 3 سنوات مرت على عدم احتساب مخصصات رواتبهم على الرغم من الحصول على كتاب من رئاسة الوزراء يقضي بصرف الرواتب كاملة، مشيرين إلى أنهم يستلمون الراتب الإسمي فقط والذي يعادل راتبا تقاعديا على حد وصفهم. كما بيّنوا أن الظروف التي يمر بها مصفى بيجي تمنع من مزاولة الدوام بسبب تدميره، مطالبين بفتح مواقع بديلة لمباشرة الدوام أسوة ببقية الدوائر واحتساب نسبة 30%
التي أقرتها رئاسة الوزراء. يشكو أهالي قضاء الدور من انتشار النفايات بشكل كبير نتيجة تهدم المنازل إثر الحرب ضد داعش وعمليات التحرير. المواطنون طالبوا الحكومتين المحلية والمركزية بضرورة رفع تلك الأنقاض لإعادة الحياة الطبيعية إلى المدينة. لن يكون تفجير المنازل في محافظة صلاح الدين من قبل تنظيم داعش الإرهابي سوى مشهد مأساوي جديد في أزمة مزمنة. الممتلكات التي أصبحت تحت الركام تشير إلى أن الأهالي في مأساة كبيرة. وعندنا عديد من البيوت يعني المهدمة وشوارع قسم لا يزال مسدودة بسبب الأنقاض والنفايات اللي متجمعة نتيجة الدمار اللي حل بالبلدة. نحن أبناء قضاء الدور نعاني معاناة شديدة من هذه الأنقاض الموجودة ومن هذه البيوت المدمرة، ونحن بحاجة إلى رفع هذه الأنقاض على الأقل. نحتاج إلى من يعيننا، نحتاج إلى من يساعدنا. بلدية القضاء أكدت إن ليس لديها الآليات المتخصصة والإمكانيات الكافية لرفع تلك الأنقاض عن كاهل المواطنين، لا سيما وأن المواطنين ليس لديهم الإمكانيات الكافية لرفعها بعد الأزمة التي مروا بها. بالحقيقة منذ عودة العوائل إلى قضاء الدور من على أحداث داعش الإرهابي ولحد هذه اللحظة تعاني بلدية الدور من قلة الآليات التخصصية التي تقوم بخدمة المدينة، حيث تم تجهيز البلدية بشفل عدد واحد وقلاب عدد واحد منسب من بلدية تكريت وكابسات عدد أربعة، وهي لا تكفي بتقديم الخدمات للمواطنين، حيث أن قضاء الدور يشهد تراكم أنقاض ونفايات في الساحات والأماكن العامة، وخاصة أن عدد الدور التي تضررت وتفجرت تقدر بألف دار بين تفجير وحرق، وهذه أدت إلى امتلاء الساحات بالأنقاض والنفايات من جراء العمليات العسكرية. بالنسبة للقضاء يعني بعد العودة للقضاء لقينا أغلب البيوت متفجرة، ولحد الآن لم يتم الإعمار للبيوت لكون أصحاب الدور يعني لم تكن لهم الإمكانية الكافية، ولذلك نطالب الجهات المعنية بهذا الخصوص من ناحية الإعمار أن يتم رفع الأنقاض والتعويض. مناشدات مستمرة ومطالبات للحكومة المركزية برفع الأنقاض من القضاء وتعويض المواطنين عما حل بهم من بلاء. من قضاء الدور محمود الكنعاني، قناة سامراء الفضائية. شكا ناشطون وإعلاميون من قضاء الدور ما تتعرض له مناطق القضاء من غبن إذا ضعف الواقع الخدمي في كافة القطاعات. ودعا الناشطون عبر صفحات التواصل الاجتماعي ممثلي محافظة صلاح الدين في البرلمان وممثلي القضاء بمجلس المحافظة إلى نقل معاناتهم إلى الوزارات والدوائر المعنية، مشيرين إلى أن العديد من البنى التحتية تحتاج إلى تهيئة ملائمة لمزاولة العمل، فضلا عن تردي الواقع الصحي والخدمي بشكل عام على حد تعبيرهم. أخبارنا الاقتصادية بعد فاصل قصير. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى تفاصيل النشرة الاقتصادية. أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية يهدف إلى إصلاح نظام التقاعد وتقليص الفوارق التقاعدية الواسعة. وقالت الأمانة في بيان لها أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية جاء بعد دراسة مستفيضة وواسعة من الجهات المعنية، وأضاف البيان أن مسودة المشروع لم تمس حقوق شهداء الجيش والشرطة والحشد الشعبي
والمشمولين بقانون مؤسسات أو مؤسسة الشهداء، فضلا عن المشمولين بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية. أكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي إمكانية أن يكون للشركات الفرنسية دورا بارزا في عمليات إعادة إعمار المدن والبنى التحتية خلال المرحلة المقبلة. وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في بيان أن زيارة الوزيران الفرنسيان إلى بغداد تأتي في إطار تمتين العلاقات بين البلدين وسبل دعم العراق خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الاستقرار. وأضاف أن الزيارة بحثت إمكانية إسهام الشركات الفرنسية بجهود الاستثمار في الفترة المقبلة. حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر السفير الياباني لدى بغداد فوميو إيواي من وقوع المشاريع التي تقدمها وتنفذها بلاده في العراق بيد الفاسدين. وذكر بيان لمكتب الصدر أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر استقبل السفير الياباني لدى بغداد فوميو إيواي في منزله بمحافظة النجف، وأضاف أن اللقاء تناول مختلف المواضيع التي تتعلق بين البلدين والشعبين الصديقين، حيث قدم السفير الياباني عرضا مفصلا عن الدعم الياباني للعراق لا سيما في المجال الخدمي والإنساني خلال الفترة السابقة. كشف عضو اللجنة المالية النيابية رحيم الدراجي عن وجود 500 موظف يعملون في الرئاسات الثلاثة يحملون الشهادة الابتدائية أو دونها، مشيرا إلى أنهم يتقاضون راتبا شهريا مقداره 2.5 مليون دينار. وقال الدراجي إن هناك أكثر من 500 موظف تم تعيينهم أو تنسيبهم إلى دوائر الرئاسات الثلاثة يحملون الشهادة الابتدائية، مبينا أن هؤلاء الموظفين ليس لديهم أي أعمال إدارية سوى جلوسهم على المكاتب، مشيرا إلى أن أغلبهم معينين في وزارات مختلفة لكنهم تم تنسيبهم إلى دوائر الرئاسات كي يحصلوا على مبلغ مقداره 2 مليون دينار كمخصصات. أعلن خازن اتحاد المصدرين السوريين إياد محمد عن تصدير العراق أو تصدر العراق قائمة الدول المستوردة للمنتجات الغذائية من سوريا. وقال محمد في تصريح صحفي إن نسبة الصادرات الغذائية ارتفعت بالدرجة الأولى إلى العراق، في حين كانت الصناعات الهندسية والكيميائية والزراعية بالمستوى ذاته تقريبا من حيث حجم العقود، مشيرا إلى أن الصناعات النسيجية احتلت المرتبة الأولى في قائمة عقود المعرض المقام في سوريا، وحضره عدد من رجال الأعمال ودول العالم. قدر البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار المدن والمناطق العراقية التي تمت استعادتها من تنظيم داعش إلى نحو 100 مليار دولار أمريكي، وذلك بعد انتهاء معركة استعادة الموصل في شهر تموز الماضي. ونقلت صحيفة المونيتور الأمريكية عن خبراء في البنك الدولي قولهم إن الحكومة العراقية تتوقع أن تصل قيمة فاتورة إعادة إعمار الدمار الذي خلفته معارك استعادة الموصل وغيرها من المناطق العراقية من أثار تنظيم داعش إلى 100 مليار دولار أمريكي. وأضاف هؤلاء أن برامج إعادة تعمير العراق وإن كانت ستكلف الخزانة العراقية أموالا طائلة فإنها ستكون في الوقت ذاته سوق عمل مربحة ومغرية للشركات المقاولات الكبرى في العالم وخاصة تركيا منها. بشرتنا الاقتصادية انتهت، ونبقى الآن مع أسعار الدينار العراقي أمام العملات الأجنبية وأسعار برميل النفط والذهب. إلى اللقاء.